أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ونبصار. صدق الله العظيم. إسماعيل الجيب من مدينة القنيطرة، إمام لمسجد الإخلاص الموجود بتجزئة المغرب العربي، إمام راتب للصلوات الخمس. بدأت الإمامة في المسجد من منطلق رمضان سنة 2019، فصلينا رمضان وصلوات الخمس. وصراحة الفكرة بالنسبة للجمعية ولي أنا أيضا، هو كانت فكرة بداية أننا نقوم بتحفيظ لكتاب الله وتعليم الناشئة لمبادئ الإسلامية، لأنه يعلم الجميع أن المسجد هو المنارة وهو المرتع الوحيد لإخراج الناشئة للمجتمع. ونتحدث عن الناشئة، حدثنا أنتم يعني كيف وصلتم لهذه المرحلة حتى أصبحتم إماما؟ صراحة بدايتي كانت من المسجد الحي، فكنا نذهب للصلوات الخمس، وكل سنة مثلا كان يأتي إمام يأمنا ويكون صغير في السن، فكانت لي حماسة لهذا الميدان. دخلت لهذا الميدان يعني عن طواعية، فبدأت بحفظ كتاب الله تعالى في سن مبكرة، وأكملته تقريبا في حدود 3 سنوات. وكنت مع المدارسة في النظام التعليمي الثانوي والإعدادي، فأخذت شهادة البكالوريا وقد ختمت كتاب الله تعالى، ثم انتقلت إلى الجامعة، جامعة بن طفيل، وتخرجت منها سنة 2012. ثم انتقلت بعد ذلك إلى الديار المقدسة وأكملت دراستي هناك بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والحمد لله أجزت في القراءات 10، والآن أزاول هذه المهمة هنا في المسجد الإخلاص، وكذلك متعاقد في معهد محمد السادس للقراءات القرآنية. هو الله الخالق.